اهلا بكم من جديد مشاهدينا، شاهدنا راي الطب في هذا الموضوع، ولذلك ضيفنا صار متواجد ويانا حتى نتحدث اكثر عن هذا الموضوع. معنا الاستاذ محمود عبد اللطيف، رئيس منبئين جويين وفي الهيئه العامه للانواء الجويه ورصد الزلزالي. حياك الله استاذ، نورتنا وشرفتنا. صباح الخير. صباح الخير عليكم وعلى مشاهدي قناه العراقيه الكرام. حياك الله. يمكن احنا قلنا انه صابرين في بدايه الحلقه، حاليا الشغل الشاغل والموضوع اللي يهم المواطن العراقي هو ارتفاع درجات الحرارة، وكيف احنا نتغلب على هذا الجانب. فصف لنا الأجواء حاليا، الجو خلال هذه الأيام والأيام القادمة. عفوا، بات يعني من الواضح بالنسبة للمواطن العراقي انه موسم الصيف حار جدا منذ فترة طويلة، منذ يعني 2011 بدأت موجات الحر تجتاح العراق. تصل درجات الحرارة في الوسط والجنوب 50 واكثر من 50 في الجنوب. بصراحة هذا الموضوع مستمر، والسبب هو السببين الرئيسية هو المناخ الطبيعة، والسبب الثاني هو التدخل البشر يعني بالطبيعة. يعني بالنسبة للبيئة، البيئة العاملين المؤثرة الرئيسية عليها الطبيعة والبشر. بالنسبة لارتفاع درجات الحرارة مستمر، وكل سنة تشوف درجات حرارة أكثر. والحل الوحيد والأمثل لتقليل من درجة حرارة في بالنسبة للمتخصصين بالبيئة دائما يشيرون إلى أنه إذا ما نقدر نسوي adaptation تكيف، نلجأ إلى الميتيجيشن أو هو التخفيف. بصراحة التخفيف ماكو غير حل إنه نسوي غطاء نباتي يعني غني. يوفر لك نسبة من الأكسجين، ويوفر لك مساحات واسعة من الظل على الأقل لتنخفض درجات الحرارة عدة درجات. أكبر مثال يعني أقدر أمثله لكم، بس لو تتجول في بغداد وتصل ساحة النسور، أعمار جسر النسور وازدحامات وسيارات وغازات عادمة تعبر هذه المنطقة، تصل إلى تقاطع اللي يؤدي إلى مطار بغداد جامع أم الطبول بسبب وجود الأشجار. تختلف درجات الحرارة عدة درجات، أكو فرق. فالحل الوحيد هو اللجوء الى الغطاء النباتي، ويعني على الاقل خلق يعني بعض البحيرات الصناعيه داخل المدن. استاذ محمود، يمكن نتحدث عن الموضوع، يعني ارجع اتحدث لك عن المساحات الخضراء، لكن اليوم خلينا نتحدث بوزاره الصحه الارشادات اللي ذكرتها، الوقت ذكرتها من 10 للـ 4. ويمكن ذكرنا احنا وياك قبل ما تدخل ويانا يعني يكون وياك باللايف، العوائل بدات تفهم هاي الثقافه وما تطلع من البيت، والشوارع قلت. برايك يا وقت هو يكون حرج؟ فعلا هو الحل الامثل بقاء الوقت الاحرى، الوقت شده الاشعاع الشمسي تبدا من 10 صباحا الى الغايه 4 و5 عصرا. واحيانا صراحه درجه الحراره العظمى في كل انحاء العالم تسجل في الوقت 12 جي ام تي او 3 العصر توقيت بغداد، لكن احيانا في الساعه 4 و5 ترتفع درجه الحراره العظمى. طبعا لكنه الذروة درجة الحرارة هي في الساعة 3 عصرا، لذلك تقاس درجة الحرارة العظمى والتي تسجل وتبث عالميا، هذه ما تسمى بدرجة الحرارة العظمى. والحل الوحيد مثل ما ذكرت قبل قليل هو البقاء في المنازل. وبصراحة يعني شفت هذا الموسم اكو بداية، بدا المواطن يتثقف او يتوعى. لاحظنا شوارع بغداد على سبيل المثال فارغة في هذا الوقت من 10. بصراحة يعني يجب على المواطن لا يخرج إلا في الحالة يعني الضرورة القصوى. حتى ظاهرة أخرى، إحنا في السنوات الأخيرة بدأ المواطن بسبب عدم وجود الكهرباء المنازل يلجأ إلى المولات، يأخذ العائلة ويروح للمول، المول بتبريد، لكنه لكثرة الناس والمواطنين صارت very crowded وازدحام، فبدت تصير متعبة حتى المولات. إذا البقاء في المنازل على الأقل للحصول على الظل، صح، او بس تشغيل المراوح، فقط تشغيل المراوح على درجه بسيطه افضل من الخروج من المنزل. نعم استاذ محمود، شنو اللي صاحب ارتفاع درجات الحراره؟ ممكن رطوبه، غبار وغيرها. احنا بصراحه ننتظر الغبار يعني غدا الاحد 23 حزيران مساء، ننتظر تقدم كتله غباريه. هذه الكتلة الغبارية قد تعمل نظام عازل لدرجة حرارة. يوم الاثنين راح نلاحظ انخفاض بضع درجات خاصة في وسط البلاد. تتأخر موجة الحر بالنسبة للجنوب إلى يوم الثلاثاء. الغبار يمثل عامل بصراحة الخلاص من هذا الارتفاع، لكنه هو يضيف لنا أيضا أمور سلبية أخرى يعني بالنسبة للناس المصابين بأمراض الربو أو التحسس أو اللي يعانون من الحساسية.
لكنه افضل. يعني يوم الاثنين راح تشوفون اكو فارق بدرجه يعني 47 ليست قليله لكنه افضل. افضل طبعا يعني من احنا نوصل 50 او 52 يعني فعلا. يوم امس جنوب العراق وحتى كربلاء والنجف وصلت 50 درجه مئويه. يعني هذه الدرجه لو تتفاعل ويا الطقس وتخرج خارج المنزل الساعه الثالثه او الثانيه بعد الظهر ستجد درجه الحراره تبدا وكانه يعني صح تحرق يعني المناطق اللي حساسه بالوجه خاصه يعني بالنسبه للاقدام اذا ملام. انت حتى لو تحاول مثلا تفتح باب او شباك حتتفاجئ تشوف الحراره قبل يعني ما تتحمل. مجرد التعرض للاشعه المباشره صح جدا خطر. اليوم كنا نتحدث احنا على ارتفاع درجات الحراره، شنو هي المفاهيم الخاطئه اللي احنا نستخدمها بحياتنا تسوي لنا الامراض الاوبئه؟ يعني اليوم يمكن احنا نستخدم مواقي شمس يقولون فقط للنساء، بس هو الرجال والنساء. بعض الاحيان السبح بالانهر اللي تكون متوقفه، الجداول، هذه ايضا مفاهيم خاطئه. برايك شنو المفاهيم الخاطئه؟ المفاهيم الخاطئه الست يعني مثلا على سبيل المثال السبح بالانهر، البحر لاحظنا على يعني صفحات التواصل الاجتماعي نعم مسابح مزدحمه صح بالشباب لاجئ الى المسابح، لكنه بدا الضرر، الضرر صار اكثر لانه طبعًا قد تسبب امراض جلديه صح لانه انت لازم اكو ديستريبيوشن بالمسبح، يعني اكو توزيع لمساحات المسبح صحيح. يعني مسبح قللت اكسجين البوخ كلها تاثر كلها امراض لازم صح العدد اللي يدخل للمسبح عدد مناسب لكميه المياه الموجوده في احواض المسبح فعلا. يعني تبدي تجد حل تجد مشكله اخرى تجد حل تجد لذلك انا يعني اؤكد انه يعني اذا استمر ويستمر الطقس بالنسبه لنا بالعراق و دول آسيا لأن الاحتباس الحراري باقي وتغير المناخ باقي، يعني أتوقع في السنوات القادمة تبدي الناس توعى وتحافظ على صحتها باللجوء إلى الخروج من داخل المدن إلى أطراف المدن إلى المناطق الزراعية أفضل. نعم يمكن إحنا من خلال تقاريرنا اللي عرضناها بالأنبار الناصرية وأيضا في البصرة وغيرها كل المحافظات ممكن هي متأثرة بمنخفض الجو بعيدا عن الكردستان العراق، حتى نتحدث بعدين على هذا الجانب. بالنسبه لمناطق كردستان نعم استاذ، اولا ارتفاع عن مستوى سطح البحر هذا شيء، لذلك احنا يعني منذ فتره طويله منذ عقود عندما تجد درجه حراره في وسط جنوب العراق حاره يلجا المواطن الى السياحه في كردستان نعم. بالاضافه الى انه اكو عامل اخر اللي هو الريجفيتيشن الغطاء النباتي الغني بكردستان، يعني درجه حراره لا تتصور قليله في كردستان لكن الغطاء النباتي صح ارتفاع عن مستوى سطح البحر هذا طبعا نفسه بالنسبه لغرب العراق بالنسبه يعني عندنا الرطبه مرتفعه كثيرا عن سطح البحر، يعني اذا ما تقارنها ببغداد تجد درجه حراره في الليل على الاقل يعني عده درجات اقل من وسط العراق. فبالنسبه لكردستان عامل الغطاء النباتي وبصراحه هم مشتغلين على هذا الموضوع. طيب ومحافظاتنا ومحافظات والله يفترض العمل على انشاء غطاء نباتي في كل المدن يعني انا اشجع حتى المواطن يعني باب البيت اي شجره مورقه يعني تنمو بسرعه ولها اوراق عريضه مساحه عريضه يعني توفر طيب لك ظل ايضا تاثر صح. استاذ محمود راح نتحدث كثير من هذه المواضيع لكن عندي يعني فون اتصال راح اخذه وارجع مع حضرتك. معانا المتحدث باسم وزاره الصحه الدكتور سيف البدر. صباح الخير دكتور سيف. اهلا وسهلا ومرحبا صباح الخير. اهلا وسهلا بك. اليوم اريد اعرف توجيهاتكم للمواطنين مع ارتفاع درجات الحراره. شكرا جزيلا. الوزاره عممت اكثر من بيان اخرها كان قبل يومين اكدنا على ضروره الالتزام باجراءات عامه لتجنب الاصابه بضربه الشمس او العياء الناتج عن ارتفاع درجات الحراره خصوصا هذه الموجه الاخيره. وحسب الانوار الجويه انه عده ايام ستشهد ارتفاع قياسي في درجات الحراره. النصيحه الاولى بقدر الامكان تجنب الخروج قدر الامكان وخصوصا التعرض الى اشعه مباشره الشمس خصوصا الاوقات ما بين العاشره صباحا لغايه الرابعه مساء بشكل عام طبعا. فقدر الامكان تجنب الخروج في هذه الاوقات، اذا كان يعني شخص عمله او عنده امر يعني حاجة ملحة أو غيرها واضطر أن يخرج فنوصي بالالتزام بارتداء ملابس مناسبة ألوان مناسبة ارتداء قبعات تكون ذات حواف عريضة ارتداء نظارات شمسية وطبعا فئات الاستطار يعني كبار السن الأطفال اللي عندهم مشاكل صحية أصلا مصابين بداء السكري مثلا
اللي اصلا عنده مشاكل صحيه فهؤلاء حساسيتهم للحراره او تاثرهم بارتفاع درجات الحراره يكون اكثر من غيرهم، فدائما تاكيدنا على هذه الفئات في السن بتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس. اذا شعرت يعني بتعب طبعا ايضا نوصي بشرب كميات كافيه من المياه مع الشرب خلال اليوم والليل، واذا شعر باعياء او تعب على الفور توجه الى مكان الظل وشرب كميات من المياه. اكثر الحالات راح يعني تستقر حالته بعد دقائق، لكن اذا شعر بغثيان او اضطراب في الوعي او تقيؤ او تعرق شديد نعم فوري توجه الى اقرب ركن طوارئ. مؤسساتنا طبعا تعمل على مدار الساعه. بعض الحالات يحتاج الى دخول، ربما يحتاج الى توائد وريديه، ربما تداخل طبي معين، وكثير من الحالات حتى بعد دخول من المستشفى ما يكون بالشفاء، لكن في حالات نادره ممكن يؤدي الى مضاعفات وحتى تسجل حالات وفاه نتيجه الاعياء الشديد او التعرض الطويل الى درجات الحراره. طبعا بعض الفئات في مجتمعنا يعني الفئات الوظيفيه مثل القوات الامنيه مثلا والعمال خطة المرور اللي هو طبيعة عمله مضطر انه يخرج للعمل، فتأكيد على الالتزام باللي ذكرته من ارتداء الالوان المناسبة والملابس المناسبة وغطاء للرأس، نظارات شمسية، ونتمنى الصحة والسلامة لكل المواطنين. نعم، دكتور سيف شكرا على المعلومات، لكن بنفس الوقت أرد أسألك، اليوم سجلت المستشفيات حالات تسمم أو غثيان أو أمراض أخرى يعني سجلت عندكم وزارة الصحة؟ وليس فقط اليوم، احنا على مستوى العراق نعم كل المحافظات العراقيه حتى من ضمنها اقليم كردستان اكيد غثيات الطوارئ تسجل. سوف نعلن عن الطائيه بعد تجمعها يعني ان شاء الله بعد انقضاء موجه الحرب اكيد، وكما ذكرت اكثر اللي يجونا هم يا اما اطفال يا اما كبار سن عندهم مشاكل صحيه، اصلا هؤلاء يكون اكثر عرضه للاصابه بضربه الشمس كما هو معروف. فنعم تسجل مستشفيات من إصابات، لكن كإحصائية دقيقة سوف نعلن عن ذلك لاحقا بشكل رسمي. نعم الدكتور سيف البدر الناطق باسم وزارة الصحة، شكرا لك وشكرا على كل المعلومات اللي ذكرتها، ونتمنى من كل المواطنين الالتزام بهذه الإرشادات والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتكم. مشاهدينا الأحبة، احنا عودة جديدة مع ضيفنا الأستاذ محمود. يمكن ذكر دكتور سيف اليوم الوقاية اللي احنا تحدثنا بها والإرشادات، وأيضا أنت حضرتك تذكرها، لكن اليوم التنبؤ بالإرصاد الجوي يصيبه بعض الأحيان خطأ أو تصيبه شيء مفاجئ يعني؟ فاضل لو كنتم متفاعلين مع النشرة الجوية اللي تصدر من الهيئة العامة للمياه الجوية والرصد الزلزالي والتقرير الخاص اللي صدر من الهيئة قبل 7 أيام يعني يوم 16 التقرير الخاص والتحذير الخاص، هذا بالإضافة إلى النشرة الجوية اللي بها توقعات من 5 أيام، أعتبر فترة كافية لأن المواطن يستعد. الآن ذكرت أكو أشياء تكون مفاجئة تظهر بعض الأحيان، لا 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 ماكو كل بالنسبة إنه من فضل الله وتوفيق الزملاء المنبئين الجويين والرصاد الجويين في الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي، نشراتنا واضحة للمواطن، تقاريرنا الخاصة والتقرير الأخير الخاص اللي صدر بتوقيع مدير عام الدكتور سلمان صدام البهادلي كان واضح، يعني ما تصدق يمكن اول تقرير منذ عقود يتضمن 5 أيام أو 6 أيام جدول حرارات متوقعه. هذا من بكره حتبدا تنخفض؟ تنخفض باذن الله. ايش قد درجه؟ كم درجه؟ عده درجات، 3 إلى 4 درجات باذن الله تعالى، وهذا طبعا ممكن يكون افضل. طبعا افضل استاذ الفاضل، درجه واحده افضل فعلا. يعني 50 اكيد و46 وين يعني تشوفون الاثنين فرق في بغداد. طيب والثلاثات هذه الحاله عندنا للعوائل العراقيه تقول لك تموز واب اقوى، يمكن حجينا فعلا فعلا إيه؟ واني كرأي شخصي في اب يعني كرأي شخصي كمنبئ جوي اقدم في الهيئه بغداد تتجاوز ال 51 في تموز واب. واي يعني انصدمنا. لا احنا الصراحه يعني متعودين احنا كل شهر، بس ما اعرف ليش هالمره صار اهتمام بهذا الجانب. شاهدنا اكو يعني الناس بعد ما تتحمل، شنو السبب؟ يعني احنا اكيد ممكن وزاره الكهرباء تلعب دور انه اكو بدائل حتى المواطن ممكن انه يتعود بعد. استاذ الفاضل بالنسبه ان الهيئه العامه للانواع الجويه الزلزالي كان راينا واضح، توقعاتنا واضحه وتوفيق من الله. تمام. وقد تفاعل الوزارات الاخرى. جيد، هذا هو يعني وزاره الكهرباء
يوميا النشره الجويه تصل الى وزاره الكهرباء الساعه 10:30 او 11 الا ربع من الانواء الجويه، بالاضافه الى تحذيراتنا. نعم. يعني التقرير الخاص اللي ذكرته يعني صدر يوم 16 حزيران، يعني اعتقد فتره كافيه لانه اي وزاره لها علاقه. نعم. بالموضوع تكون وبصراحه وانا كمواطن يعني وزاره الكهرباء يعني دورها لازم يصير فاعل أكيد. واكثر فعاليه، وانا كمواطن يعني صار عده ايام في منطقتنا ماكو كهرباء. نعم. وطنيه لثلاثة ايام مستمره وترجع ضعيفه يعني نتمنى ان يقطعوها ونلجا الى مولدات الاهليه على الاقل تستقر تعويض يعني. على الاقل نبحث عن استقرار الفان، بس الفان بس المروحه. نعم. هذه يمكن مشكله كل العوائل العراقيه. نعم. ودائما احنا نطالب في كل عام انه خطه بديله لوزاره الكهرباء. استاذ محمود انا اشكر تواجدك معنا في صباح الخير يا عراق، وكنت ضيف عزيز. اهلا وسهلا. شكرا لك استاذ، نورتنا. ان شاء الله نلتقي بالايام الجايه ويكون درجات الحراره منخفضه ان شاء الله. شكرا.